قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. خيرا منهن. وقال زهير: وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. كان يشير إلى أن القوم لابد أن يكونوا رجال يعني. فيقول: وما أدري وسوف إخال أدري أقوم يعني رجال أهل حصن أم نساء. أهل الكتاب صفة لقوم، والكتاب هو التوراة أو الإنجيل، وأهلهم اليهود أو النصارى. وطبعا المشركون عبدة الأوثان وعبدة النار وعبدة الحجر والشمس والقمر، يعني هؤلاء أسوأ حالا من أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب عندهم كتاب يعني محرف، ولكن هؤلاء ليس عندهم يعني كتاب ولو محرف. فيكون بالأولى لو كان إنسان يعيش في وسط عبدة الأوثان أو عبدة النار، فبالأولى ألا يأكل في أنيتهم، وإن لم يجد غيرها فيغسلها ويأكل فيها. ما يؤخذ من الحديث النهي عن الأكل في أواني أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى لأنهم لا يتحاشون النجاسات، وربما وضعوا فيها خمرة أو لحم خنزير فالاحتياط اجتناب أوانيهم. وطبعا يعني الأصل الطهارة، يعني ما نحكم على أوانيهم بالنجاسة، ولكن من باب الاحتياط نحن لا نأكل في أوانيهم إلا إذا لم نجد غيرها فنغسلها. ولكن يفرض إنسان أكل فيها دون أن يغسلها، ف يعني اليقين لا يزول بالشك، يعني الأصل أنها طاهرة. أواني المشركين وأواني الكفار أولى بالمنع، لأن ذلك أن أهل الكتاب أقرب منهم إلى الحق فلهم تعليم سماوية، أما بقية الكفار فهم أبعد من الكتابيين عن تعليم الأديان فهم أقرب منهم إلى النجاسة. يعني الكفار وعبدة الأوثان وعبدة النار المجوس أقرب يعني إلى النجاسة من اليهود والنصارى. ثلاثة: إذا احتاج المسلم إلى استعمال الأنية ولم يجد إلا أنية الكفار فله استعمالها بعد غسلها ليحصل له اليقين من طهارتها. أربعة: إباحة تبادل المنافع والمصالح من الكفار، لأن هذا ما هو إلا مجرد معاملة وأداء حقوق جيرة وخرابة ونحوها، ليس معها ميل قلبي إليهم ولا ركون إلى اعتقاداتهم.
يعني يجوز التعامل مع اليهود والنصارى بالبيع والشراء والإجارة والاستعارة، مثلا إنسان يريد أن يطبخ مثلا وليس عنده آنية وليس له إلا جار نصراني أو يهودي، يجوز أن يستعير منه الآنية ويغسلها ويستعملها، وليس هذا من المولاة، لأن البيع والشراء وهذه المعاملات يعني ليس فيها مولاة، المولاة هي المحبة والنصرة، يعني لا يجوز محبتهم ولا نصرتهم. خمسة، سماحة الشريعة ويسرها، وذلك أن الواجب على الإنسان الابتعاد عن مواطن الريبة، لحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني دائما المعاصي الأشياء اللي فيها حرج تجد فيها ريبة وفيها شك وضيق في الصدر، فالإنسان يدع يعني ما يريبه إلى ما لا يريبه، فإن احتاج الإنسان إلى ما لا يتحقق تحريمه فلا حجر عليه ولا تضييق، فإنه يجوز استعمال ما نزه عن استعماله لأجل حاجته. ففيها يسر الشريعة، يعني كان يمكن أن يحرم استعمال هذه الأواني سواء إنسان وجد أو لم يجد، ولكن الأصل إنسان لا يستعملها، ولكن إن لم يجد غيرها فيجوز أن يغسلها ويستعملها. ستة، في هذا الحديث دليل على نجاسة الخمر. طبعا ما فيش في تصريح بالإيه الخمر في الأواني، ثم نجاسة الخمر رجح أنها نجاسة معنوية، يعني ليست نجاسة يعني حسية كنجاسة البول، هي نجاسة معنوية مثل نجاسة الإيه المشركين، إنما المشركون نجس، فعين المشرك ليست نجسة، ولذلك ربط ثمامة بن أثال في المسجد وكان كافرا يعني قبل أن يسلم، فلو كان نجس عينا لنزه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم منه. كذلك يجوز للمسلم أن يتزوج بالكتابية اليهودية أو النصرانية وليس عليه زيادة في الطهارة عن الذي يتزوج مسلما، فعرقها وكذلك ليس عليه يعني بالنسبة للغسل أو الطهارة زيادة عن الذي تزوج بمسلمة، فيدل على أن نجاسة المشركين نجاسة معنوية، كذلك نجاسة الخمر. ولذلك العلامة ابن باز لم يعني كان أفتى بأن لو واحد وضع لإنسان يعني طيب فيه كحول قال لا يرده، يعني حتى لا يرد الطيب نفسه، قالوا الكحول يتطاير سوف يطير يعني لا يبقى، وسئل عن استعمال الكحولات في تطهير الجروح فقال ذلك أمر هين، يعني ما دام مش في الشرب أو يخلط به دواء يشرب مثلا، فقال هذا أمر هين أنه على استعمال جلد إذا ثبت أنه هو مطهر جيد وليس هناك يعني ما يعني يساوي أو ما يقوم مقامه، فيجوز استعماله في تطهير الجلد، وإن كان الأولى الإنسان يبتعد يعني عن الكحوليات لقوله عز وجل واجتنبوه لعلكم تفلحون، فالاجتناب يعني يشمل اجتنابه في سائر الاستعمالات ليس في الشرب وحده، في الموبيليا اللي بيستعملوه في الموبيليا أو في الوقود، واحد يشتري كحول عشان عنده سبرتاية أو فيبحث عن أشياء أخرى، جاز أو غاز أشياء أخرى يستعملها، لأن المؤمن يكره الخمر، يعني فهي ليست نجسة نجاسة عينية كالبول، ولكنها نجسة نجاسة معنوية، والمسلم يكره الخمر، فأدنى درجاتنا هي الكراهة، فالاجتناب هذا اجتناب في سائر الاستعمالات. فطبعا الحديث يعني ليس فيه ذكر الخمر، ولكن في تفسير الحديث قالوا بأنهم يعني قد يضع فيها الخمر أو لحم خنزير مثلا، فليس الحديث يعني صريحا في نجاسة الخمر، وإن كان يعني في رواية في الإمام مسلم، في رواية مسلم في صحيحه إن نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في أنيتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فكلوا واشربوا فيها وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها، يعني اغسلوها بالماء وكلوا واشربوا. وقد استدل بهذا الحديث عن نجاسة الخمر أو استدل بهذا الحديث عن نجاسة الخمر الخطابي في معالم السنن، الخطابي شرح سنن أبي داود في كتاب معالم السنن، ثم شرح البخاري في كتاب أعلام السنن، فأول من شرح كتب السنة الإمام الخطابي، شرح أبو داود ثم شرح صحيح البخاري، وابن الدقيق رئيس كتابي الإلمام كما نقله عنه الزيلعي في نصب الراية، وابن الهمام في فتح القدير، وينظر فتح باب العناية لملا القاري بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو بدة. الحديث 20 يقول عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة،
وقلنا المشركة أكثر حالا أو أشد حالا من الكتابية، ومع ذلك توضأ منها لأن الأصل الطهارة. طبعا قد يجوز أن هي لم تتحرز من النجاسة، ولكن الأصل الطهارة. إنسان أي مكان يجوز أن يصلي فيه، ولو وجد ماء يجوز أن يطهر به، إلا يعني إذا أخبره ثقة أو وجد يعني نجاسة يعني في المكان أو في الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة اللي هي الراوية، مزادة امرأة مشركة، متفق عليه في حديث طويل. المزادة فتح الميم بعدها زاي ثم ألف ثم دال مهملة، وهي راوية التي يتزودون بها الماء من الموارد. قال أبو عبيد: ولا تكون إلا من جلدين تزاد بجلد ثالث بينهما لتتسع. يبدو أن هي جلدين مطبوقين ويضع جلد ثالث بحيث أن هي يكون لها يعني اتساع. مشركة المشرك شرعا هو من جعل لله عز وجل شريكا، فإن كان في أفعال الله تعالى فهو شريك في شرك في الربوبية، وإن كان في أفعال العبد فهو شرك في الألوهية والعبادة. إن كما تعلمون في التوحيد يعني هناك توحيد علمي وتوحيد عملي. توحيد الخبري أو تعريف توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد العمل اللي هو التوحيد الألوهية. فإذا كان في أفعال الله تعالى يعني في ربوبيته يجعل يعتقد يعني أن هناك يعني من الأولياء يعني من سمع ويحيط بالمسموعات، أو أنه له شيء في التدبير، تدبير الكون يعني كما تعتقد الشيعة يعني أن الأولياء يملكون كل ذرة من ذرات الكون، فهذا شرك في الربوبية. أو ادعاء الصوفية أن هناك أقطاب وأوتاد لهم تصرف في الأمور ويأخذون الحوائج إلى العباد، فهذا شرك في الربوبية. أن الرب هو المدبر، والرب هو المالك، والرب هو الذي يربي الناس بنعمه، والرب هو الذي يجمع الناس ليوم لا ريب فيه، والرب هو الذي يحكم الناس ولا يجوز التحاكم إلى غير شرعه. أما إذا كان في أفعال للعباد يعني بيوجه العبد عبادة من عبادات إلى غير الله عز وجل كالدعاء والنذر والذبح والحلف وغير ذلك، فهذا شرك يعني في الألوهية. ما يؤخذ من الحديث جواز استعمال جلد الميتة بعد الدبغ حتى في المائعات، لأن المزادة كانت يعني من إيه من جلد يعني. وطبعا إذا كانت مشركة فالغالب على الظن أن هي إيه لم تذبح يعني ذبح شرعي، فهي الميتة إما أن تكون ماتت يعني حتف نفسها يعني وحدها، أو لم تزكى زكاة شرعية كأن يذبحها يذبح الشاة مثلا أو البهيمة مشرك، أو لم يقطع الودجين والمريء والبلعوم، فهذا يدخل في حد الميتة. فلما كانت هذه مازالت مشركة وهي دبغت، طبعا طهور الأديم دباغه، الأديم هو الجلد الذي لم يدبغ، فإذا دبغ وزال منه الرائحة ويعني التعفن فيطهر يعني بذلك. يقول جواز استعمال جلد الميتة بعد الدبغ حتى في المائعات، هو يجعل فيه ماء مثلا أو زيت ولا يشترط تكون أشياء يابسة. فوضوء النبي صلى الله عليه وسلم من ماء المزادة إقرار للاستعمال ورضى به، استعمال يعني جلد الميتة بعد الدباغ. اثنان، أن الماء الذي في جلد الميتة المدبوغ طهور، وكلمة طهور يعني أعلى من طاهر، لأن طاهر زي الزيت مثلا أو زي الموارد طاهر في نفسه ولكن ليس طهورا لا يتطهر به. ذلك أن ذبيحة المشرك ميتة محرمة نجسة، لكن طهر أو طهر جلدها الدباغ الذي أذهب فضلاتها النجسة. ثلاثة، الميتة هي ما مات حتف أنفه أو قتل على هيئة غير مشروعة، وإذا ذكاه مشرك فقد قتل على هيئة غير مشروعة. أربعة، أواني الكفار مجهول حالها طاهرة، لأن الأصل الطهارة، لأن الأصل الطهارة لا تزول بالشك في نجاستها من استعمالهم لها. إذا قلنا أن لو واحد يعني استعمل أنية اليهود النصارى دون أن يغسلها لا يكون يعني الطعام نجسا أو الشراب نجسا، لأن الأصل الطهارة، ولكن من باب الاحتياط يعني الشرع يأمر بغسلها، كأن هذا الأمر أمر استحباب وليس أمر وجوب. الإنسان يغسل الأنية ويطبخ فيها أو يشرب فيها مثلا أو يأكل فيها
ولكن لو استعملها دون ذلك فليس معنى أنهم لا يتحرزون من النجاسة أننا نحكم بنجاستها، لأن الأصل بقاء مكان على مكان، فهي طاهرة بأصل خلقتها أو بأصلها، والشك الطارئ لا يزيل اليقين. فيقول أوان الكفار مجهول حلوها طاهرة، وإذا كانت أوان الكفار طاهرة تبقى أوان أهل الكتاب أيضا طاهرة، لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك في نجاستها من استعمالهم لها. أما نجاسة الكفار في قوله تعالى إنما المشركون نجس، فهي نجاسة اعتقاد وليست نجاسة حسية، ولذا فلا يجب بجماع الكتابية إلا ما يجب بجماع المسلمة، يعني ليس على المسلم الذي تزوج بالكتابية زيادة في الطهارة، أو إنه مثلا لو لمسها أو صافحها مثلا إنه هو عليه يعني مزيد من الطهارة زيادة على من تزوج بالمسلمة، وهي كالمسلمة في قيامها بشؤون المنزل من إعداد طعام وشراب وغير ذلك. الحديث 21 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب مكان الكسر يعني سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. قلنا أن لا يجوز الأكل أو الشرب في أواني الذهب والفضة، وقاسوا على ذلك سائر الاستعمالات، لأن العلة أن هي دين ناقدين الذهب والفضة يضرب منها الدينار والدرهم، أو أن هذا في نوع من الإسراف أو كسر قلوب الفقراء. ولكن يجوز استعمال الذهب والفضة في مواطن معينة، منها هذا الموطن، لو قدح انكسر وأردنا أن نجعل له سلسلة مثلا سلك من فضة فيجوز، أو يجعل له ضبة يعني من فضة مكان الكسر مثلا يجوز. كذلك السيف يعني في القتال يجوز أن يجعل فيه شيء من الذهب أو الفضة، لأن في هذا يعني كما أن التبختر والخيلاء يعني لا يجوز يعني إلا يعني عند لقاء العدو، يعني كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا دجانة يتبختر فقال إن هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن، لأن فيها إظهار عزة الإسلام وتعالي على المشركين. فيباح أن تحل الأسلحة يعني ب يعني الفضة والذهب، كذلك لو واحد قطعت أنفه مثلا أو احتاج أن يجعل يعني شيء من أعضاء من ذهب أو من فضة فيجوز. كذلك يجوز الرجل لبس خاتم من فضة، ولكن ما يجوزش أنه يلبس سلسلة مثلا أو إثورة من إيه من فضة. فهذه مواطن يجوز فيها استعمال الفضة. فيقول مفردات الحديث قدح، قدح بفتحتين إناء يشرب به الماء ونحوه جمع أقداح، وأما القدح بكسر فسكون فالسهم قبل أن يراش ويركب نصله اللي هو العصاية بتاعة السهم، يعني قبل أن يركب فيه النصل اللي هو المدبب، وقبل أن يعني يكمل يعني كسهم يعني. وقدح الميسر أيضا انكسر يعني انشق، الشعب بفتح العين أو فتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة، لفظ مشترك بين معان كثيرة، والمراد هنا الصدر والشق. سلسلة بكسر السين سلك من الحديد ونحوه أو قطع منه تصل بين طرفي الشق، وفتح السين سلسلة اتصال الشيء بالشيء، ومنه سلسلة الإناء جمعه سلاسل. ما يؤخذ من الحديث ما دام أن الأصل في استعمال الذهب والفضة هو التحريم كما جاء في النصين المتقدمين وأمثلهما، فإنه ما أبيح منهما يتقيد بمورد النص، يكون هذا يعني تحريم استعمال أوان الذهب والفضة هذا عام، ولكن قيد يعني لو انكسر القدح يكون في ذلك جواز إصلاح الإناء المنكسر بضبة يسيرة أو سلسلة لطيفة عند الحاجة إلى إصلاح الإناء المنكسر.
ثلاثة الحاجة هنا ليس معناها أنه لا يجد غيرها من الحديد والنحاس والصفر أو نحوها، وإنما معناها أنه يتعلق بإصلاح غرض من أغراض الزينة وتجميل الإناء وتحسينه. يعني قد نقول نحن إيه، لو وجدنا سلك حديد أو سلك نحاس يكون أولى من استعمال سلك الفضة، ولكن ليس مجرد ضم أطراف الشق مثلا أو إصلاح الإناء، ولكن يعني هناك يعني حاجات تحسينية أن هو يكون الإناء يعني حسن المنظر، يعني فلا يقوم يعني الحديد أو النحاس مكان الفضة. وقد يكون الفضة يعني له أثر أكثر يعني في يعني أن هو لا يعني يحدث له يعني تغير، كما في الصحابي الذي قطع أنفه فاتخذ يعني أنف من حديد فأنتم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يتخذ أنفا من فضة أو من ذهب كما أذكر. فإذا يباح للنساء من حلي الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثرا، ويباح للرجل خاتم من فضة لا من ذهب، ويباح تحلية السلاح وأدوات القتال زي الدرع مثلا بما جرت به العادة أيضا، وكذا ما دعت إليه حاجة من رباط أسنان واتخاذ أنف رباط أسنان أو جعل السنة نفسها فضة، فإذا جز أنف من فضة فيجز سنة من فضة. وما عدا ما جاءت به نصوص بإباحته فإنه حرام لا يجوز. فهذه النصوص يعني خصصت النصوص العامة في تحريم استعمال أواني الذهب والفضة، فلا يجوز للذكور كبارا أو صغارا لبس الذهب أو الفضة، ولا جعله سلاسل أو ساعات أو أزارير أو رباط كبك أو قلما أو مفتاحا أو أي نوع من أنواع الملابس، أو استعمله في أكل أو شرب أو غير ذلك، أو اتخاذ أواني الذهب أو الفضة تحفا أو غيره. يعني قلنا إذا لم يجز استعمالها في الأكل والشرب يبقى مجرد تحفة ينظر الناس إليها أيضا لا يجوز. أما استعمال الفضة في الفنادق الراقية والمطاعم الممتازة أدوات للأكل كجعلها صحونا أو ملاعق وشوكا ونحو ذلك فلا شك في تحريمه ومخالفته للنصوص النهية عن ذلك، وعلى ولاة الأمور والقادرين إنكاره ومنعهم من ذلك. باب إزالة النجاسة وبيانها. مقدما الإزالة يقال أزلت الشيء إزالة وزلته زيلا، والإزالة التنحية. النجاسة لغة اسم مصدر جمعها أنجاس، والنجس هو المستقذر المستخبث، ويشمل النجاسة العينية والحكمية، وعرفا تختص بالعينية. والنجاسة شرعا قدر مخصوص كالبول يمنع جنسه الصلاة ونحوها، يعني مش أي قدر يبقى نجاسة، لأن المخاط مثلا قدر ولكن ليس نجاسة. وهذا الباب يذكر فيه أحكام النجاسة وكيفية إزالتها وتطهير محلها وما يعفى عنه منها وما يتعلق بذلك. اتفق العلماء على وجوب إزالتها وأنه شرط لصحة الصلاة. قال الوزير أجمعوا على أن طهارة البدن من النجس شرط في صحة الصلاة للقادر عليها. من شروط صحة الصلاة هي طهارة، طهارة البدن، طهارة الثوب، طهارة المكان، وأيضا استقبال القبلة ودخول الوقت. والنجاسة قسمان، أحدهما الحكمية وهي الطارئة على محل طاهر، فهذه يكفي في تطهيرها إجراء الماء على جميع مواردها بعد إزالة عينها عن المحل الطاهر. يعني في بول أو غائط على مكان فبيزال يعني أولا ثم بيصب الماء على هذا المكان حتى يطهر. والثاني العينية فهذه لا تطهر بحال، زي نجاسة الكلب، يعني الكلب لو وضع في المية بيزداد نجاسة. يعني بعض الناس يقول ان شعره الجاف طاهر ولكن لو قل يصير نجسا. وعند الجمهور منهم الحنابلة ان النجاسة انما تزل بالماء دون غيره من المائعات. يعني لو انسان على ثوبه نجاسة هل يجوز انه يغسلها مثلا بمورد او بشاي مثلا؟ فبعضهم يقول لابد من الماء، ماء له يعني خاصية في التطهير ليست لغيره. فعند الجمهور أن النجاسة إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات، ومذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد أنها تزال بكل مائع طاهر مزيل للعين والأثر، واختاره ابن عقيل من الحنابلة.
والشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية والله أعلم. من أجلس الله ثلاث صفات: طعم وريح ولون. فبقاء الطعم والريح بعد الغسل دليل على بقاء عينها وأنها لم تزل، أما بقاء اللون بعد الغسل جيد فلا يضر لأنه معفو عنه، كما قلنا أن الماء مثلا بينجس يعني بالتغير بنجاسة يعني ريحه أو طعمه أو لونه. بالنسبة لإزالة النجاسة لو زال الطعم والريح وبقى اللون فيطهر الثوب، يعني زي مثلا المرأة لما بتحيض في ثيابها فبتغسل الثوب يعني يزول الرائحة والطعم ويبقى اللون، يعني الصفرة يعني هذه لا تضر، يبقى الثوب يعني طاهرا. فيقول بقاء الطعم والريح بعد الغسل دليل على بقاء عينها وأنها لم تزل، أما بقاء اللون بعد الغسل الجيد فلا يضر لأنه معفو عنه. وأثر النجاسة من الروائح الكريهة السامة تختلط بالهواء وتدخل في البدن بواسطة مسامه فتضر الجسم وتخل بالصحة، لأن الهواء سيال مركب لطيف يدخل بما يحمل معه بسهولة في أضيق مسام الأجسام. ولذا عين الشارع الحكيم الماء لإزالة النجاسة، لأن الماء في حالات الطبيعية فيه رقة وسيلان وقوة في إزالة المستقدرات والله أعلم. يعني طبعا الإزالة بالماء هو الأصل يعني، ولكن يعني قد يكون هذا عند عدم وجود الماء أو قلة الماء يعني فالماء فيش خلاف إن هو بيزيل النجاسة، ولكن الأشياء الأخرى مختلف فيها، وإن كان رجح يعني كثير من العلماء أنها تزال بكل مائع طاهر مزيل للعين والأثر. قد تكون هناك أشياء يعني من المزيلات زي الكلور أو هذه الأشياء يعني لها قوة فعلا على يعني إزالة النجاسة. قال العلماء: الأصل في كل شيء أنه طاهر، لأن القول بنجاسته يستلزم تعبد العباد بحكم من الأحكام، والأصل عدم ذلك، والبداهة قاضية بأنه لا تكليف بالمحتمل حتى يثبت ثبوتا ينقل ثبوتا بنقل في ذلك، بنقل يعني من الكتاب أو السنة، وليس من أثبت الأحكام المنسوبة إلى الشرع بدون دليل بأقل إثما ممن أبطل ما قد ثبت دليله من الأحكام. فالكل من التقول على الله عز وجل بما لم يقل أو من إبطال ما قد شرعه لعباده بلا حجة. ومن أصيب بالوسواس فعلاجه أن يعلم يقينا أن الأصل في الأشياء الطهارة، وأنه لا يحكم بنجاسة شيء حتى يعلم يقينا بنجاسته. الحديث الثاني والعشرون عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، يعني المرحلة من مراحل التخليل أن المادة السكرية بتمر بالإيه تصير خمرة ثم تصير بعد ذلك خلا. فنفرض إنسان عنده خمر لا يجوز له أن يخللها، أن هو يعملها بكيفية معينة بحيث تصير خلا، ولكن نفرض أنه عنده مادة سكرية وصارت خلا دون أن يعني يخمرها أو تكون خمرة عنده، فهذا يجوز أن هي نعمل أدم الخل، فيجوز استعمال هذا الخل وهو يعني طاهر، ولكن يعني لا يجوز يعني أن يكون عندنا خمر، وهذا لسد الذريعة لتصنيع الخمر، نحن نعمل خمر وبعدين نتخذ خلا أو نصنع منه خلا. مفردات الحديث: الخمر ما أسكر من عصير العنب وغيره، البسر أو القصب أو الشعير أو غير ذلك، وسميت خمرا لأنها تخامر العقل. وخيل الخمر من التخمر، وتخامر العقل يعني تخلط العقل أو أنها تغطي العقل، تخمر زي خمار المرأة اللي هو غطاء رأسها، لأنها تخامر العقل فتغطيه، وهي مؤنثة وقد تذكر. خمر أو خمرة جمعه خمور، خلا بفتح الخاء وتشديد اللام، الخل ما حمض من عصير العنب وغيره جمعه خلول. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا، يعني حرف نفي، وتأتي على ثلاثة أوجه: منها أن تكون جوابا مناقضا لنعم، يعني لا يجوز أن يتخذ من الخمر خلا. وإلا الصحابة الذين كان عندهم خمور ولما حرمت الخمر أراقوها في سكك المدينة صارت كالأنهار، لو كان
يجوز استعمالها خل نصح من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحتفظوا بها ويخللوها، لأن إضاعة المال يعني لا يجوز، يعني مقصود الشريعة حفظ المال، فكنا أيضا لا يجوز يعني أن نحولها إلى خل، فليس لها علاج إلا إراقتها. يقول وهذه يقول منها أن تكون جوابا مناقضا لنعم، وهذه تحذف الجمل بعدها كثيرا وهي المرادة هنا، يعني فقال لا تحذف الجمل بعدها، يعني فقال لا تتخذ من الخمر خلا أو لا تتخذ من الخمر خلا، فهو اختصر على قوله لا، وذلك قال وهذه اللي هي لا التي تكون جوابا مناقضا لنعم تحذف الجمل بعدها كثيرا وهي المرادة هنا. ما يؤخذ من الحديث يقول الخمر محرمة فعلاجها لتعود خلا لا يجوز ولو بنقلها من ظل إلى شمس أو عكسه، وهذا المفهوم من قوله تتخذ خلا، أما عند الشافعية فالأصح أنه يطهر بنقلها من الظل إلى الشمس والعكس، كان في شرح النووي على صحيح مسلم. اثنان، إذا خللت فإنها لا تباح بالتخليل بل حرمتها باقية، ويؤيد هذا ما روى أبو داود والترمذي أن الخمر لما حرمت سأل أبو طلحة النبي صلى الله عليه وسلم عن خمر عند الأيتام هل يخللها، فأمره بإراقتها. لو كان يجوز تخليلها لقال هؤلاء الأيتام يعني يحتاجون يعني إلى ثمنها فتخلل. ثلاثة، أما إذا تخللت بنفسها بدون تخليل بأن خلبت من كونها خمرا إلى أن صارت خلا فإنها تباح، لأن غليانها المطرب قد زال فصارت مباحة، زي النجاسة لما تستحيل يعني تتغير صفاتها فبتطفر. يقول أما إذا تخللت بنفسها بدون تخليل بأن خلبت من كونها خمرا إلى أن صارت خلا فإنها تباح، لأن غليانها المطرب قد زال فصارت مباحة، والقاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. أربعة، الحديث يدل على نجاسة الخمر ولقوله تعالى رجس من عمل الشيطان، وحكى أبو حامد الغزالي إجماع على نجاستها، وقال ابن رشيد الخلاف شاذ. أما الصنعاني فيقول في سبل السلام الحق أن الأصل في الأعيان الطهارة وأن التحريم لا يستلزم النجاسة، ودي شبيهة بمسألة الإيه الدم، يعني برضو الدم يعني في قول الدم كله نجس، وقلنا أن الشوكاني ومن قال بقوله يعني قال ما فيش دليل على النجاسة والأصل الطهارة، وإن إذا نحرم أن يشرب إنسان الدم وذلك أحل لنا ميتة ودمان، يدل على أن لا يجوز شرب الدم أو استعمال الدم في في الأكل، فالدم النجس هو دم الحيض ودم النفاس، وطبعا دم الخنزير ودم الكلب والأشياء الأعيان النجسة فهو نجس تبع للحم. فأيضا الخمر يعني بعضهم قال إن هي نجسة نجاسة عينية، وده قول الجمهور، ولكن الصحيح إنها ليست نجسة نجاسة يعني عينية، لأن الأصل الطهارة فيش دليل يدل على النجاسة. يقول أن التحريم لا يستلزم النجاسة، فإن الحشيشة محرمة طاهرة وكل المخدرات والسموم القاتلات لا دليل على نجاستها، يعني أشياء المستحدثة زي البودرة وهذه الأشياء يعني هي ليست نجسة، لو وقعت على هدوم الإنسان يجوز أن يصلي فيها، ولكن محرمة. وأما النجاسة فيلازمها التحريم، فكل نجس محرم ولا عكس، وذلك لأن الحكم في النجاسة والمنع عن ملامستها على كل حال، فلا يجوز ملامسة النجاسة إلا لإزالتها كإزالة النجاسة عن السبيلين مثلا، فالحكم نجاسة العين حكم بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم، فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران بإجماع. يقول إذا عرفت هذا وإذا عرفت هذا فإن تحريم الخمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه نجاستها، بل لا بد من دليل آخر. فإن الدليل الآخر على النجاسة هي الأدلة تدل على تحريم شربها، ولكن ما فيش دليل يدل على النجاسة، زي الدم ما فيش دليل يدل على نجاسة الدم إلا دم الحيض والنفاس. يقول إذا عرفت هذا فإن تحريم الخمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه نجاستها، بل لا بد من دليل آخر، وإلا بقينا على الأصل المتفق عليه من الطهارة، فمن ادعى خلافه فالدليل عليه، لأنه يدعي خلاف الأصل، أصل الأشياء الطهارة.
وتقدم كلام الغزالي وابن رشيد حكاية الإجماع على نجاستها، وتقدم دليل نجاستها من السنة المطهرة من حديث 15 اللي هو حديث النهي عن الايه اواني المشركين في شرح الحديث انهم يجعلون فيها الخمر والايه والخنزير، يعني نقول ان هذا يعني غير ناهض وحده بالايه النجس. اذا ان نجاور اهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في انيتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان وجدتم غيرها فكلوا واشربوا فيها، وان لم تجدوا غيرها فرحضوها أي اغسلوها بالماء وكلوا واشربوا. وقد لا يكون أيضا للنجاسة، قد يكون نجاسة الخنزير والخمر حتى لا يعني يدخل بطن المسلم شيء من الخمر، لأن لو فيها مكانها خمر وشربوا فالخمر محرم شربها أو استعمالها في الأكل وفيها أثر من الخمر، فهو ليس صريحا في الحكم بالنجاسة والله أعلم. خلاف العلماء في طهارة النجاسة بالاستحالة، وإن كنا مرينا على ذلك يعني في المقدمات، يقول: اختلف العلماء هل تطهر النجاسة بالاستحالة، ذلك بأن تنقلب من حالتها إلى حالة أخرى. يقول: ذهب أبو حنيفة وأهل الظاهر إلى أن النجاسة تطهر بالاستحالة، وهي رواية في مذهب الإمامين مالك وأحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، هي بتزول يعني الرائحة والطعم، وقلنا أن اللون لو بقى لا يؤثر، يعني قد يبقى اللون النجاسة ولكن لا يؤثر، يصير طاهرا دون أن يؤثر اللون. يقول: وذهب جمهور العلماء إلى أنها لا تطهر بالاستحالة، ومذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وألبانها. الجلالة اللي هي الشاه أو يعني البهيمة الأنعام أو البط أو الوزة، هذه الأشياء التي تأكل نجاسات، فطبعا كنا تأكل نجاسات فبيبقى لحمها متولد من هذه النجاسات، ولكن لو أخذت هذه الجلالة وأطعمت طعام طيب يجوز أكلها. يقول: ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وألبانها لأن أكلها النجاسة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: الصواب أن ذلك طاهر إذا لم يبقى أثر النجاسة ولا طعمها ولا لونها ولا ريحها، لأن الله تعالى أباح الطيبات وحرم الخبائث، وذلك يتبع صفات الأعيان وحقائقها، فإن عادت العين خلا دخلت في الطيبات. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وكان مفتي ديار السعودية قبل الشيخ ابن حميد والشيخ عبد الله بن حميد والشيخ صالح ابن حميد إمام الحرم وقبل الشيخ ابن باز: الاستحالة تطهر النجس، وهذا هو الصحيح، وأدلة هذا القول واضحة، اللي هو قول أبي حنيفة وأهل الظاهر. خلاف العلماء، يقول: اتفق العلماء على أن الماء الطهور يزيل النجاسة، يعني ثوب عليه نجاسة أو أرض عليه نجاسة استعمال ماء الطهور يزيل النجاسة، واختلفوا فيما سوى ذلك من المائعات والجامدات التي تزيلها، يعني كما قلنا لو صبنا عليها زيت مثلا أو مورد أو شاي هل تطهر؟ يقول: فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن النجاسة تطهر في أي موضع كان بأي طاهر مزيل لعين النجاسة سواء كان مائعا أو جامدا. وذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى أنه لا يطهر المحل من النجاسة إلا بالماء الطهور إلا في الاستجمار فقط، لو استعمال الجمار اللي هي الأحجار في زيت النجاسة عن السبيلين. قال ابن رشيد: وسبب اختلافهم هو هل المقصود بإزالة النجاسة بالماء هو إتلاف عينها فقط فيستوي في ذلك مع الماء كل ما يتلف عينها، يعني إتلاف عين النجاسة، أم أن الماء في ذلك مزيد خصوص ليس بغير الماء. يقول: استدل أبو حنيفة بأحاديث وأثار في هذا الباب، منها ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم الأذى بنعليه فإن التراب له طهور. استعمال التراب، الإنسان يحك النعل في الإيه في التراب، فهذا يطهر الإيه النعل، لا يشترط أنه يغسل النعل بالماء. وبما رواه الترمذي في سننه من حديث أم سلمة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر،
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. يعني جلباب المرأة أو عبيتها يعني الطويلة اللي بتجر على الأرض فقد تلقى نجاسة، ولكن يطهره ما بعده عندما يعني تمر على التراب مرة ثانية فيطهر. وهذا الحديث سكت عنه أبو داود. وسكوت أبو داود يعني بعض العلماء يقولون أن سكوت أبو داود تصحيح للحديث، والصحيح أنه ليس كذلك. يعني الإمام أبو داود يعني صرح بأن يعني إن ما كان فيه يعني وهن شديد يعني يقول بينته. فقول وهن شديد يعني أن الحديث الذي يسكت عنه أبو داود إما أن يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا، يعني فيه وهن بسيط. فما سكت عنه أبو داود فليس تصحيحا من أبي داود له فضلا عن بقية العلماء، ولكن يعني يكون الحديث يعني ليس ضعيفا جدا، فقد يكون صحيح أو صالح بنفسه أو بغيره، أو ضعيف منجبر يعني يبحث له عن متابع فيصح به. فيقول سكت عنه أبو داود والمنذري، وقال القاضي أبو بكر بن عربي هذا الحديث مما رواه مالك فصح. إمام الشافعي كان يقول ليس تحت أديم السماء أصح من كتاب مالك، وهذا هو الواقع. يعني إن أحاديث الإمام مالك يعني من أقوى الأحاديث، ولكن الإمام مالك لم يجرد الصحيح. وفي بلاغات يقول بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال كذا أو فعل كذا، ولكن أول من جرد الصحيح هو الإمام البخاري، وتابعه الإمام يعني مسلم، ثم تبعهما جماعة كابن خزيمة والحاكم وابن حبان، وأيضا مستخرجات يعني على الصحيحين، ولكن لم يكتب لهذه الكتب من القبول يعني في الأمة كما كتب للبخاري ومسلم. فكون الحديث مما رواه مالك أنه يكون صحيحا فالإمام مالك لم يجرد الصحيح، وإن كان غيره لم يره صحيحا. وسئل الإمام أحمد عن حديث أم سلمة هو حديث يطهر ما بعده، فقال ليس هذا عندي على أنه أصاب ذيلها بول فمر بعدها على الأرض فطهره، ولكنه يمر بالمكان فيقذره فيمر بمكان أطيب منه فيطهره. من باب الإيه؟ أنه يتقذر يعني بمروره على الأرض ثم يطهره ما بعده. والرواية الأخرى الإمام أحمد على هذا القول، واختاره ابن عقيل والشيخ تقي الدين. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي صحيح أن النجاسة إذا زالت بأي عين بأي شيء فإنها تطهر، يعني مهم إزالة النجاسة. وهذا الكلام يعني واضح، لأن استحدثوا أشياء للتطهير وتذويب ما في الأشياء من دهون يعني مذيبات يعني كثيرة جدا، فقد تكون يعني أبلغ يعني في التطهير من الماء. فالقول بتعيين الماء يعني مرجوح والله أعلم، ولكن الأصل أن أي شيء يزيل النجاسة يزيل عينها وأثرها ولا يبقى لها طعم ولا ريح، وإن بقى لها لون فإن الأشياء تطهر بذلك. فهذا ما رجحه العلامة السعدي، يقول الصحيح أن النجاسة إذا زالت بأي شيء فإنها تطهر، وكذلك إذا انتقلت صفاتها الخبيثة زال لونها وريحها وخلفتها الصفات الطيبة فإنها تطهر بذلك كله، لأن النجاسة تظهر مع الخبث وجودا وعدما. الحديث الثالث والعشرون يقول وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، متفق عليه. وكان الصحابة لما فتحوا خيبر كانوا في غاية الجوع، فمجرد ما دخلوا خيبر وجدوا حمر أهلية اللي هي الحمار اللي في البيت المستأنس غير الحمار الوحشي المخطط اللي بيكون في الصحراء. فلما وجدوا هذه الحمر اعتبروها غنيمة، يعني انهم دخلوا هم جياع فذبحوا الحمر وجعلوها في قدور على النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغوا الخبر أمر بإراقتها وقال إن هذه الحمر رجس. لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، متفق عليه. مفردات الحديث يقول خيبر بفتح الخاء وسكون الياء المثناة التحتية بعدها باء موحدة آخرها راء
بلدة تقع شمال المدينة المنورة بمسافة نحو 160 كيلومتر، وكان يسكنها طائفة من اليهود، ففتحها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة، والآن هي بلدة عامرة فيها الدوائر الحكومية والمرافق العامة وفيها بعض الأثار. ينهينكم تثنية الضمير لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. لحوم جمع لحم، واللحم من جم من جس الحيوان والطير، الجزء العضلي الرخو بين الجلد والعظم. الحمر بضمتين جمع حمار، هو حيوان داجن، داجن يعني يربى في البيت، يعني كالداجن الشاه الداجن التي تربى في البيت، من الفصيلة الخيلية، يشبه الخيل يعني، يستخدم للحمل والركوب. والأنثى حمارة وأتان، أتان هي أنثى الحمار. الأهلية مؤنث الأهلي نسبة إلى الأهل ضد الوحش، والأهلي الأليف يعني من الحيوان. رجس بكسر الراء وسكون الجيم أخير مهملة، جمع أرجس أي قذر أو قذر، محرم وأكثر ما يقال في المستقذر طبعا. وكلمة رجس ظاهرة في النجاسة، يعني زي ما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بروثة فقال إنها ركس، ورفض أنه يستجمر بها. ما يؤخذ من الحديث أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. يقول ما يؤخذ من الحديث نجاسة الحمر الأهلية في لحمها ودمها وبولها وروثها وطبعا لبنها بالنسبة للأتان أو أنثى الحمار. اثنان أما عرقها ولعابها وبدنها ففيه خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. ثلاثة تحريم أكل لحومها وشرب لبنها فإنها رجس، والرجس هو القذر النجس. أربعة تقييد بالحمر الأهلية دليل على طهارة وإباحة الحمر الوحشية من دليل المفهوم يعني، ذلك أنها صيد طاهر حلال. خمسة التعليل بأنها رجس دليل على أن كل عين نجسة فهي محرمة لما فيها من المضار الصحية لأنه خبيث مستقذر. قوله ينهيانك أو ينهيانكم تثنية الضمير أحدهما يعود إلى الله تعالى والآخر يعود إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء مثل هذا في عدة نصوص، منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أما قول الخطيب الذي قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، فقد حملوا هذا على أن الخطب ينبغي فيها البسط والإطناب ليحصل التبليغ الكامل. خلاف العلماء، يقول أجمع العلماء على أن روث الحمار الأهلي والبغل وبوله ودمه ولحمه نجسة، بالنسبة للحصان يعني طاهر ويأتي طبعا تقريبا في الأطعمة، أما البغل فهو نجس والحمار الأهلي نجس، أما الحمار الوحش اللي هو المخطط فهو صيد طاهر. يقول أجمع العلماء على أن روث الحمار الأهلي والبغل وبوله ودمه ولحمه نجسة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحمار إنه رجس، وقال عن روثه إنه رجس، واختلفوا في بدنه وما يفرزه من عرق، وفي فمه وما يخرج منه من ريق، وسؤره السؤر هو البقي في الإناء بعد شربه، وأنفه وما يخرج منه من مخاط، هل هي نجسة أو طاهرة؟ فذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى نجاستها اللي هو العرق والريق والسؤر وما يسيل من أنفه، وتبعه على ذلك أصحابه، قال في المقنع والإنصاف والبغل والحمار الأهلي نجسة، هذا المذهب يعني مذهب الحنبلي وعليه جماهير الأصحاب. قال ابن الجوزي هذا هو الصحيح في المذهب. وذهب الإمامان مالك والشافعي إلى أنهما طاهران، وهي رواية أيضا عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه منهم الموفق يعني ابن قدامة قال في المغني والصحيح طهارة البغل والحمار، قال في الإنصاف قلت وهو الصحيح والأقوى دليلا، واختارها بعض مشايخنا المعاصرين. قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ إنها طاهرة في الحياة ولا ينجس منها إلا البول والروث والدم. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي الصحيح الذي لا ريب فيه أن البغل والحمار طاهران في الحياة كالهر، فيكون ريقها وعرقها وشعرها طاهرا، يعني هم قسوها على القطة، يعني لأن يصعب أيضا في البادية أو في الريف أنه
للحمار مثلا يشرب من إناء، إن هو يتحرزون من شرب الحمار كشرب القطة أو، فقالوا إن الريق هو في دليل بالنسبة للبعير يعني، إن يأتي الحديث المقبل إن، ولكن طبعا الحمار ما يقصش على البعير لأن البعير مأكول اللحم، فلما نقول إن ريق البعير أو ما ينزل من فمه طاهر فهذا لأن اللحم طاهر، ولكن من أعتقد أن الحمار نجس لحمه وروثه وبوله ولبنه، ولكن نقول العرق وما يسيل يعني من فمه ومن أنفه فهو طاهر، فهو يبدو من باب الأمر إلى ضاق التسع زي الهرة، إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فيقول الشيخ عبد الرحمن السعدي: الصحيح الذي لا ريب فيه أن البغل والحمار طاهران في الحياة كالهر، فيكون ريقهما وعرقهما وشعرهما طاهرا. واستدل الأولون على نجاستها بقوله إنها رجس، يعني الحمار رجس، فكل ما فيه رجس، والرجس هو نجس، فعموم الحديث يقتضي نجاسة كل شيء منه، والأصل أن كل حيوان محرم فهو نجس خبيث هو وجميع أجزائه. أما الذين يرون طهارة بدنها وريقها ومخاطها وعرقها وشعورهما فلهم على ذلك أدلة، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه كانوا يركبونها، ومع هذا لم يأمر بالتوقي من هذه الفضلات. أن يركب حمار مثلا لا يسلم من عرقه، يعني خاصة مع شدة الحر هذه الأيام، لو ركب حمار مثلا دون يعني سرج أو شيء بينه وبين الحمار لا يسلم من عرقه. ولم يفت النبي صلى الله عليه وسلم مرة يعني غسل ملابسه أو أمر الصحابة أن يغسلوا ثيابهم من عرق الحمار. وتأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ثانيا أنه صلى الله عليه وسلم قال عن الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم، وهذه العلة موجودة في الحمار والبغل وأكثر، فإن ركوبهما واستعمالهما أكثر لصوقا وأمس حاجة من الهرة، أن غاية الأمر من الهرة ممكن تشرب من مية مثلا أو تضع لسانها في أو على ثياب مثلا أو على أرض، فعفية يعني عنها وقيل إنها ليست بنجس، فكون ذلك في الحمار والبغل يعني أولى. فإذا عفي عن الهرة لتطوفها كثرة طوافها ودخولها وخروجها ففي الحمار والبغل أولى. ثالثا القاعدة الشرعية الكلية الكبرى هي المشقة تجلب التيسير، فمشقة ركوب الحمار والبغل والحمل عليهما مسألة جزئية من هذه القاعدة العظيمة. وإذا قال إمام أحمد البغل والحمار طاهران ريقهما وعرقهما وشعورهما، وقال في المغني: الصحيح عندي طهارة البغل والحمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبهما ويركبان في زمنه، فلو كان نجسين لبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: هذا القول هو الأليق بالشريعة المحمدية شريعة اليسر والبعد عن الحرج والمشقة. وقال ابن القيم: دليل النجاسة لا يقاوم دليل الطهارة. فكأن ابن القيم أيضا يميل إلى القول بطهارة العرق والريق. الحديث الأخير 24 يقول: وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته، يبدو في حجة الوداع، ولعابها يسيل على كتفي. أخرجه أحمد والترمذي وصححه. درجة الحديث يقول: حديث صحيح قد صححه الترمذي، وفيه شهر بن حوشب مختلف فيه وثقه البخاري، ويؤيده ما ثبت في البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين بأن يشربوا من أبوال الإبل، فإذا كان البول طاهرة فاللعاب أولى. العرانيين في البخاري ومسلم الذين أتوا واستجوبوا المدينة ومرضوا في المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بلقاح يعني إبل من إبل الصدقة يشربون من ألبانها وأبوالها، فإذا كان بول الإبل طاهر، وهو أيضا يعالج به الآن يعني الصفرة والفيروس سي، ويعالج به أيضا كانسر نسأل الله العافية، يعالج به هذه الأمراض يعني أبوال وألبان الإبل. يقول البول يعني شديد يعني صعب شربه، فيخلط بعسل أو يخلط بلبن بحيث أنه يتحمل يعني، ولكن إذا كان بول الإبل طاهر فكيف باللعاب؟ فأنا قلنا أن بول الحمار مثلا نجس، مفيش خلاف في نجاسته لأن اللحم نجس، ولكن اللعاب يعني طاهر.
فالإبل من باب أولى. مفردات الحديث منى بالتنوين أحد المشاعر المقدسة فيها الجمرات الثلاث، ويشرع المبيت فيها ليالي الأيام المعدودات اللي هم يومين أو ثلاثة من بعد يوم النحر 11 و12 و13 ذي الحجة، وهي أدنى المشاعر من مكة، يعني أقرب من هي منى وبعدين مزدلفة وبعدين إيه عرفات، فأدنى المشاعر من مكة منى. وفيها الآن جميع المرافق والخدمات التي تسهل على الحجاج أداء نسكه، الحج أداء نسكه من الطرق والجسور والماء والكهرباء وغير ذلك من الخدمات. سيأتي تفصيل أحكام المناسك فيها وتحديدها إن شاء الله تعالى. راحلته بالحاء المهملة هي من الإبل الصالحة لأن ترحل جمعها رواحل، وقال بعضهم الراحلة من الإبل البعير القوية على الأسفار والأحمال. دعا بها بضم اللام فعين مهملة وبعد الألف باء موحدة، هو ما سال من الفم وهو إحدى عصارات الهضم، سائل لزج لا لون له يميل إلى الحموضة وقت إفرازه، يسيل سال سيلا وسيلنا يعني جرى. والكتف بفتح الكاف وكسر التاء آخره فاء، هو عظم عريض خلف المنكب اللي هو لوح الكتف اللي هو خلف المنكب، تكون للإنسان والحيوان مؤنثة جمعه أكتاف. ما يؤخذ من الحديث طهارة لعاب البعير وأنه ليس بنجس، وهذا بإجماع المسلمين ليس بذلك خلاف كما في لعاب الحمار والبغل، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى اللعاب يسيل على عمرو بن خارجة ولم يأمره بغسله وإقراره على الشيء من سنته، سنة قولية أو فعلية أو تقريرية، على فرض أن صلى الله عليه وسلم لم يعلم فإن الله تعالى يعلم، ولذلك يعني مجرد نسبة الفعل لزمن الوحي، لأن الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يسألوه فكان هذا وقت الوحي لا يقر يعني المسلمون على أمر خطأ، لذلك يقول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ينهنا، يقول فإن الله تعالى يعلم ولو كان نجسا لم يقره الله عز وجل عليه، فإقراره عليه دليل على طهارته. يقول مثل لعبه على الصحيح بوله ورواثه فإنه طاهر لحديث العرنيين وغيره. ثلاثة مثل البعير سائر بهيمة الأنعام البقرة والشاه وغير ذلك، مثل البعير سائر بهيمة الأنعام وغيرها من الحيوانات الطاهرة في حال الحياة لنصوصها الخاصة للعلة الوحيدة الجامعة بينها وبين البعير. أربعة جواز الخطبة والموعظة على الراحلة. طبعا الراحلة يعني لا يجوز الإنسان أن يتخذها زي كرسي يعني يقعد عليها مثلا في البيت، ولكن ظروف الحج والمشقة واحتجاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مرتفعا حتى يسمعه الناس، وعدم وجود يعني منبر أو مكان مرتفع، فكان هو على الراحلة يعظ الناس، فهذا أمر الحاجة، ولكن ما يجوز أن يستدل به على استعمال الراحلة كمقعد، يعني لم تخلق لذلك. يقول جواز الخطبة والموعظة على الراحلة. خمسة استحباب الخطب والمواعظ على الأماكن العالية لأنه أبلغ في الإعلام والإفهام ويحصل به المقصود. ستة استحباب الخطبة ثاني أيام التشريق بمنى من ولي أمر المسلمين أو نائبه ليعلم الناس بقية أحكام المناسك ووداع البيت، فإن هذه الخطبة منه صلى الله عليه وسلم هي في ذلك اليوم في ثاني أيام التشريق حتى يعلمهم يعني بقية المناسك الباقية لهم كطواف الوداع. سبعة جواز جعل الخطيب من يساعده في مهمته تحته في إبلاغ خطبته وتوجيه الناس أو تسكيتهم أو ترتيبهم، ولا يعتبر هذا من التعالي والكبرياء ما دام القلب مطمئنا. نكتفي بهذا القدر، نجيب عن بعض الأسئلة. سأل يقول نرجو شرح كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة يوم السبت بعد انتهاء من رسالة العذر بالجهل. الله المستعان، يعني حتى انتهي من الكتاب اللي بدأنا في الأسبوع الماضي بعد أن انتهي منه، فربنا عز وجل يفتح علينا بالخير. هل من نصيحة الإخوة الذين يجادلون بغير علم في موضوع الشيعة وهذه الفتنة التي تحيط بالمسلمين؟ نرجو توضيح يعني بعض الكتب المهمة التي يستعين بها الطالب في معرفة هذه الفرقة النارية. احنا طبعا معظم الاخوة او في معظم مساجد الاخوة تكلموا عن الشيعة
ولكن المساجد اللي فيها نسبة من عوام الناس، لأن الشيعة كانوا يخافون في هذا الموقف، يعني مواقف بطولة كما هو يظهر للناس، فالناس لم تتحمل يعني الكلام عن الشيعة في هذا الوقت. فنحن نرجو الإخوة يخفضوا الكلام عن الشيعة، يعني وسوف يفتضح أمرهم. لا يمكن واحد يكفر الصحابة ويطعن في الصحابة إلا ويخذله الله عز وجل ويفضحه الله عز وجل. يعني صبرا فسوف يفضح الله عز وجل من تنقص يعني من جناب الصحابة الكرام. ولكن الشيعة طبعا لهم عقائد يعني تخرجهم من ملة الإسلام، ولا ينفعهم لو انتصروا على أمريكا وليس على إسرائيل. هل يجوز للخاطب أن يحدث خطيبته في التليفون؟ نعم يجوز، ولكن لا يتكلم كلام عواطف، يعني حتى لا تكون يعني مدعاة. لو سألها كم، هل قرأت قرآن اليوم، يعني هل قمت من الليل، لو هكذا يجوز. أو يسألها أشياء من باب التعارف، وليس هذا إيه، لأن الخاطب يعني أجنبي، فلا يجوز له أن يخلو بمخطوبته ولا أن ينظر إليها ولا أن يصافحها ولا أن يسافر بها. فيجوز الكلام مع الأجنبية في التلفون لمصلحة، فأيضا هنا مصلحة أرجح، هو أنه يتعرف على يعني التزامها وعلى سلوكها وعلى عبادتها. وهل يجوز أن يرى وجهها إذا ذهب عندهم المنزل؟ هو يرى وجهها عند إرادة خطبتها، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وإذا رأى مرة ولم يطمئن أو لم يحتاج إلى رؤية مرة ثانية، فأجاز العلماء أيضا أن ينظر إليها مرة ثانية حتى يطمئن إليها. فلو اطمئن وخطبها فعلا ومطمئن إليها، لا يجوز أن ينظر إليها بعد ذلك. إذا قال رجل صيام رمضان ليس بواجب ولكنه سنة، هل يكون بذلك كافرا أم متأولا؟ وطبعا الكلام ده لسه هنتكلمه في العذر بالجهل. وطبعا معرفة وجوب صيام رمضان معلوم من الدين بالضرورة، يعني وجوب الصلاة، تحريم الخمر، تحريم الزنا، وجوب صيام رمضان، هذه الأشياء معلومة من الدين بالضرورة. لكن لو جهل الإنسان المعلوم من الدين بالضرورة، يعني هل يعذر بجهله أو لا يعذر؟ راجح أنه يعذر. فهو يعني لما نقول لا عذر بالجهل في المعلوم من الدين بالضرورة، إنها معلومة، ولكن لو جاء إنسان مثلا في بلاد المسلمين ولكنه لم يعلم هذه الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة في بلاد المسلمين، فيعذر بجهله. هل يجوز استعمال ميدالية من فضة المفاتيح مثلا أم لا؟ نقولنا إيه لا يجوز، نقولنا يجوز استعمال يعني خاتم من فضة، ولكن استعمال ميدالية أو سلسلة أو سائر الاستعمالات الأخرى لا يجوز. هل الأحاديث التي وردت في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى ما ورد في ذكر إبراهيم وآل إبراهيم معا أحاديث يعني ضعيفة؟ وهل صحيح نذكر على آل إبراهيم فقط؟ وفي كذا صيغة يعني، ولكن الأصح اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. وطبعا يعني آل إبراهيم يدخل فيهم إبراهيم، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، لا شك أن فرعون معهم يتقدمهم، فهو داخل يعني في آله، فصلى على آل إبراهيم يدخل فيهم إبراهيم، وهذا هو الثابت من حيث الدليل أو النص. وسائل يقول نرغب عقد امتحان عقب كل باب، يعني الله المستعان بعدل بعد كل ايه، من خلص كتاب مثلا الطهارة او كتاب الصلاة وهكذا، يعني تبع ايه اهتمام الاخوة ومداومتهم على الدرس. لو ان انسانا استعمل انية الكفار دون ان يبحث عن غيرها، هل يعتبر فعله محرم؟ من يجيب لفهم الدرس؟ احنا قلنا ان انية الكفار الاصل ان هي ايه طاهرة، يعني ولكن الأمر بغسلها أمر استحباب، وإلا فاليقين لا يزول بالإيه بالشك، واحتمال إنهم يكونوا طبخوا فيها خنزير أو وضعوا فيها خمر، فالأمر بغسلها يعني من باب عدم الاستغدار يعني بها أو استحباب، ولكن لو استعملها ف يعني ترك الأولى واستعمله إيه صحيح، يعني لا ينجس الماء الذي وضعوا فيها دون أن يغسلها.
لو أن مشركا ذبح ذبيحة وقال بسم الله هل يجوز الأكل منها؟ إخوة اللي فاهمين الدرس أيضا يجيبون، قلنا ذبيحة المشرك مجوسي وعبد الصنم وعبد الوثن لا تجوز، حتى لو قال بسم الله وحتى لو قطع الودجين لا يجوز. هل تصغير الأنف أو غيره من عمليات التجميل حرام أو حلال؟ أنا أظن هو يعني حرام، يعني ليس يعني كل خلق الله حسن، يعني إن المرأة تصغر أنفها أو تصغر الثديين أو أي شيء، يعني هذه الأشياء يعني لا يجوز، يعني هذا تغيير لخلق الله عز وجل بغير إذن من الله. الإنسان يقول ذكرت في محاضرة ماضية أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، ولكن قرأت في كتاب منار السبيل، طبعا كتاب منار السبيل كتاب مذهبي مذهب حنبلي، فهو بيرجح يعني هنا يعني احنا بندرس فقه حديث، وفقه الحديث يعني بيدور مع دليل حيث دار، يعني هنا الشيخ ايضا حنبلي اللي هو الشيخ عبد الله البسام، ولكنه من امتداد لمدرسة الشيخ الإسلام تيمية، يعني غالبا لا يتقيد بمذهب. فلو في منار السبيل رجح ان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، فالذي رجح هنا انه يطهر بالدباغ، وكل واحد له أدلة، وتكلمنا عن ذلك بالتفصيل في الدرس الماضي. هل يطهر جلد الخنزير بالدبخ؟ لا يطهر، ولا جلد الكلب. ما الدليل على عدم جواز لبس سلاسل وأساور الفضة للرجال؟ النهي عن استعمالها، يعني الأصل النهي عن استعمال الذهب والفضة، ولكن رخص للنساء من أجل الزينة، يعني لبس الحلي من ذهب أو فضة، ورخص للرجل في أن يتخذ خاتم من فضة، النبي صلى الله عليه وسلم قال له خاتم من فضة، ورخص في القدح إذا انشق السلاح يمكن أن يوضع فيه أشياء من فضة أو من ذهب، فالأصل الحرمة، ولكن المستثنى الأشياء التي ذكرناها. فالدليل عموم النهي عن استعمال أواني الذهب والفضة. هل يجوز بيع الذهب للأطفال الذكور المسلمين؟ وطبعا الولد يعني دون سن التكليف، يعني أو سن 7 سنين مثلا، يعني يكره أنه يختم بالذهب أو يلبس يعني ثوب حرير، لابد أن يتدرب على أوامر الشرعية، يعني من سن 7 سنوات، يعني قاسوا على مروهم بالصلاة 7 وضربوهم عليها 10 ان البنت مثلا تتعود على الحجاب، ان هي تلبس طرحه مثلا من سن 7 لانها تلزم بالصلاه، وايضا تتعود على الصيام، ويكون هذا في حفظ لها وتدرب لها على الاوامر الشرعيه. فكذلك الولد يعني لا يلبس حرير ولا يلبس يعني ذهب يعني من بعد سن 7 وقبل ذلك يعني، ولكن يتاكد يعني من سن 7 لان يقاس على الصلاه يعني بقية الأوامر الشرعية. ما رأيكم في وضع الرائحة التي تشتمل مكوناتها على كحول على الملابس؟ كما قلنا في الدرس أن اجتناب الكحوليات في سائر الاستعمالات هو السنة، لأن أدنى درجات النهي الكراهة، واجتنبوه لعلكم تفلحون. اجتناب الكحول في سائر الاستعمالات، وقلنا لو واحد وضع الإنسان عطر في طيب فهو لا يرد، حتى لا يرد الطيب والكحول بيطير، ولكن الإنسان ما يشتري بنفسه عطرا يعني فيه كحول أو يضع على بدنه أو على ملابسه. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.